السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا في كل مكان أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم مطبخنا أحلى. الزعتر شجرة معمرة عطرية ليها فروع كتير بتغطي الأرض وبتطلع فوق الأرض بحوالي 30 سنتي. أوراقها بتبقى صغيرة وبتنمو في معظم المناطق المعتدلة في المناخ، وبصفة عامة بنلاقيها بشكل كتير وكبير في دول حوض البحر الأبيض المتوسط زي سوريا وفلسطين والأردن والجبل الأخضر في ليبيا وفي الجزائر. ولأنه بيعطر الجبال بريحته الحلوة الجميلة أطلقت عليه صفة مفرح الجبال، وليه ريحة عطرية بتبقى قوية جدا. من أهم فوائده أنه بيقوي الذاكرة ومفيد للشعر وكمان للكلى. هنعمل معاكم النهاردة فراخ بالزعتر والعسل، معاها مكرونة حمراء، وطبعا الخشاف سيد موائد رمضان. فاصل ونبدأ مع حضراتكم حلقتنا. مطبخنا أحلى. مطبخنا أحلى. مشاهدينا أهلا بيكم من جديد، هنبدأ حلقتنا معاكم. شفتوا معانا النهاردة معانا فراخ بالزعتر وبالعسل، معانا كمان النهاردة هنعمل الخشاف وأصناف ثانية، تابعونا إن شاء الله تعرفوا معانا. برحب بيكي إيمان معانا، أهلا وسهلا بيكي وكل سنة وأنتي طيبة. أهلا بيكي يا تسنيم. أهلا بيكي. طبعا إحنا عايزين نبدأ معاكي ومع المشاهدين، بس عايزينك تقولي مقادير طبختنا أو مقادير كل حاجة في الأصناف بتاعتنا النهاردة، ومشاهدينا المقادير هتنزل قدامكم على الشاشة بحيث تسجلوها وتعملوا معانا إن شاء الله. اتفضلي. احنا هنعمل الفراخ بالعسل والزعتر. هنجيب صدور سليق صحيحه وهنقطعها بالسكينه بالطول بالعرض شرايح، يعني شرايح، يبقى شريحتين. الصدر زي ما احنا شايفين كده شريحتين. دي الطبخه بتاعتنا. هنعمل بيعها زعتر، هنحط لها زعتر وتوم وعسل وليمون، عصره ليمون، وهنحط صويا صوص وملح وفلفل وشطه للرغبه يعني. معانا المكرونه الحمراء بتاعتنا العاديه، بس بطريقه مختلفه شويه عن طريقتنا في مصر. ومعانا سلطه خضراء هنعمل لها صوصين، طريقه صوصين، ومعانا الكشاف بتاعنا هنحط عليه لبن. طيب المكرونه الحمراء هنحتاج لها ايه غير المكرونه والصلصه الطماطم؟ توم برضو وتوم بس كده، وسكر وخل. وسكر وخل. جميل. والسلطه الخضراء نحتاج لها ايه معانا؟ هنحتاج من نص الحاجه اللي موجوده برضو، يعني معانا عصره ليمون، يعني نشوف واحنا بنعمل كده. طيب جميل، خلاص نبدا معاكي ونشوف ان شاء الله المقادير. تمام. فضل. هنبدا الاول بالفراخ بتاعتنا نتبلها، غسلينها ومنظفينها، غسلينها كويس جدا. هنحطها. ساعات كده بتجيبي الفراخ البانيه تلاقي ايه، تلاقيها مهريه وساعات تبقى سليمه وزي الفل، بس لما تبداي تسويها بتتهري منك، ايه السبب بقى؟ هو اولا لو هي مهريه اول ما نجيبها ده ما ينفعش ان احنا نستخدمها، يعني لازم الحاجه عموما في اللحوم تكون ماسكه نفسها. جميل. هنحط الزعتر، هما معلقتين او معلقه كبيره زعتر مجفف اللي هو العشب. وطبعا الزعتر فوائده كبيره جدا جدا، يمكن ذكرت منها انه ليه فوائد على الشعر وليه فوائد للكلى، وطبعا اللي بيعملوا دايت بيستخدموه. طبعا الشوام بياكلوه مع زيت الزيتون. تمام. بس بياكلوا الزعتر التاني مش ده. مش الزعتر، صحيح مش ده، بيبقى ساعات نحاول معاه مثلا عصره ليمون. عصره ليمون. وملح وفلفل. استاذ ملح وفلفل. اتفضل. فلفل. فلفل اسمر. والملح. طبعا الشطه بنستخدمها على حسب الرغبه، يعني اللي عايز يبقى الاكل مشطشط بيستخدم الشطه، واللي مش عايز الاكل مشطشط براحته. العسل بنستخدم قد ايه؟ تمام. طبعا الصويا صوص عندنا فيه نوعين، ساعات بيبقى سايل كده وساعات بيبقى سميك. بنحط معلقتين تقريبا. ده اللي هو السايل. السايل. وعلى حسب، ساعات بيبقى هو يعني بيبقى مسكر او مالح، فناخد بالنا عشان واحنا بنظبط الملح بتاعنا. لو طبعا العسل مسكر هنضيف ملح اكتر. تمام. لو مالح هيبقى الملح مظبوط. تمام. هناخد معلقه. ده العسل. معلقه العسل الابيض. معلقه واحده عسل ابيض. معلقه كبيره مليانه. يبقى معانا زعتر وصويا صوص ومعلقه عسل ابيض ومعانا ملح وفلفل، وهتحطي توم لسه. حطينا توم. حطينا توم. تمام.
هنغسل. جميل. بس يعني كده حلو على حادق، زعتر على عسل. مش هتحسيها، هتحسي ان الطعم مختلف مميز. يعني بس طعم. مش حاجه مالحه قوي او مسكره، مش هيبان فيه زي ما انت متخيله. جميل. هو ساعات احنا بنبقى اتعودنا على اكل معين، وتعودنا انه الحلو مع الحلو والحادق مع الحادق، فنيجي نقول عسل مع مثلا زعتر وصويا صوص وليمون، فتحسي الموضوع غريب. في ناس كتير بقت بتجرب الاكل الصيني عموما، فبقى مش جديد في مصر عندنا. يعني الاكله دي اكله صينيه في عشان الصويا صوص، يعني التتبيله، يعني التتبيله بتاعتها تعتبر حاجه. احنا خلاص اهي خلصناها وبنسيبها يعني ما فيش 3 ساعات او حاجه. وممكن نقوم متبلينها. تمام، وخلصنا كده ونقوم متبلينها، حطيناها في الثلاجه عندنا لوقت التقديم. يعني نحطها في الثلاجه مثلا كام ساعه؟ ممكن نعملها الظهر ونيجي مثلا قرب الفطار على العصر كده، تكون هي شربت التتبيله بتاعتي. تمام. هنحطها في الطبق بتاعنا. مش هنحطها في طبق غويط ولا مش فارقه؟ مش فارقه عشان احنا دلوقتي يعني في البرنامج. اما هنحطها في التلاجة بقى. يعني. تمام. عندنا هنجهز المكرونه بتاعتنا. هنحتاج لها سليق. هي مسلوقه، انا مجهزاها مسلوقه عشان المكرونه المسلوقه مش محتاجه حاجه. طبعا زي ما انت يعني يمكن قلت لنا انه المكرونه بنسلقها بميه وملح وزيت عشان ما تلزقش. هنحط مع المكرونه بقى الجديد بتاعنا ان احنا هنحط ثوم صحيح، ثوم مطحون. يعني مش من غير زيت ولا حاجه؟ لا، هنحط شويه زيت. يعني هنحط شويه زيت، زيت ذره صح؟ تمام. وبرده على حسب اللي بيحب، زيت ذره او زيت زيت زيتون. تمام. وفي عندنا طريقه تانية ان احنا ممكن ده بشر ثوم، ممكن نحط بشره بصل. بشر بصل بدل بشره الثوم. تمام. ده طعم وده طعم. في ناس فعلا بتحس ان الثوم مش عايزه تاكله في الاكل علشان هنزل الصلاه، فمش عايزه ريحه. على فكره ما بيكونش له ريحه في الاكل تماما في المكرونه، لان احنا بنحط حاجه بسيطه جدا. يعني حاجه بس تدي طعم. هنبدا نحط، انا ما بحمروش ولا حاجه. شوفي يعني نايف نايف. ونحط يعني الصلصه بتاعتنا. ما استناش لحد ما يتحمر او لا 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 خالص، كله نايف نايف. هنحط الصلصه بتاعتنا. بس الصلصه بتاعتنا دي معجون. بتبقى عايزه شويه ميه. طب في ناس بتحب الطماطم، تقول لك انا بحب اطبخ الطماطم. ما فيش مشكله لو جاهز عندها، احنا استسهلنا يعني في اللي موجود عندنا. احنا مقيدين يعني بالبرنامج، فاللي يحب يعمل حاجه صلصه بتاعتنا يعمل. يعني هي بدات تغلي. ايوه هي دي. بس هنحط لها فلفل اسمر، وهنحط ملح. اتفضل. وسكر. وسكر. وفي عندنا خل. وخل، نقطه خل. هو المفروض ده بيدي مذاق الكاتشب، فاحنا كاننا بنعمله في البيت. عشان سهل، بدل ان الكاتشب صعب. يعني الكاتشب عشان بيبقى كمياته صغيره وبيبقى مش متوفر يعني. كتير يعني، وغالي كمان. احنا بنرخص. عايزين سكر بس بعد اذنك. حاضر. احنا طبعا الفراخ معانا، هنحط الزبده بتاعتنا للفراخ. نحط الزبده في الطاسه. تمام. معانا الفراخ بتاعتنا اهي، دي اللي هي ايه سيبناها مثلا كذا ساعه بحيث كانت متبله. تمام. وجاهزه. وهنجيب معلقه الزبده. طبعا زي ما اتعودنا الزبده بتاعتنا هنجيبها نحط عليها بسرعه. طبعا لونها بيغير. ايوه. هنحط الفراخ بتاعتنا.
هي سخنة طبعاً. أوه. سخنت مننا برضو كده على طول عشان نقفل النتائج. تمام. جميل. نبدأ نقلبها بسرعة. يا دوبك اللحوم عموما بتغير لونها بسرعة. ممكن نوطي النار. هي خلاص كده بنوطي النار خلاص، وبنحط لها فلفل الوان معانا بيدي طعم. شريحتين ثلاثة يعني، مش حاجات بسيطة بس كده، بحيث ان هي كتير ينزل طعمه فيه. تمام. وبنسيبها نوطي خالص. نوطي. تمام. وبنسيبها. المكرونة بتاعتنا بتبقى خلاص الصلصة هي، بنسيبها شوية صغيرين على النار بحيث ان تمام. نروح قلبها. هنحطها. طبعا البصل برضو نفس الطريقة يعني. بديل الثوم يعني، انتي بس حطوها بدل ما تبقى تسبيكة شديدة تبقى حاجة بس كده وما بسيطة. وبرضو زي ما قلتلك ما بنصفرش حاجة عشان الاكل يعني ما يبقاش اللي هو مقلي يعني يتعب، وفي الصيام بيتعب الناس جدا. انتي اكيد يعني ناس كتيرة قوي من اللي عاملين رجيم او عايزين اكل صحي، اكيد الوصفات اللي انتي عاملاها دي هتعجبهم جدا وتبقى الخيار الامثل بالنسبة لك. تمام. هي كده خلصنا المكرونة بتاعتنا، بنغطيها وبنهدي عليها النار. وبنسيبها خلاص. هنغسل ايدينا. هتعملي لنا بقى الخشاف ولا السلطة؟ الخشاف بتاعنا هنبدأ بيه الاول. جميل. محتاجين ايه للخشاف بحيث اللي عايز يكون مجهزه من قبلها؟ الخشاف بتاعنا بسيط للغاية. بتاعنا في مصر عادي. ممكن اساعدك. تمام. دولت هنا. احنا مقطعينه ومجهزينه. المشمش راسية وتين وبلح. مجهزينه طبعا. المشمش من الحاجات المفيدة جدا اللي بتحارب العطش. ولان في المغنيسيوم والبوتاسيوم. اول حاجة بناكلها بعد ما على طول نفطر. ونتسحر بيه كمان يعني. بنعمله وبنتسحر بيه اخر حاجة ناكلها علشان نحارب المية. مغذي جدا. نحارب شعورنا بالعطش. ممكن اللبن. اتفضلي. اقلب الفراخ شويه ولا سيبها؟ لا خلاص هي هي تستوي من تستوي في البخار. طيب جميل. عايزينك في معلقه. اتفضل. طبعا احنا بنحط له السكر. هو كلها مواد سكريه. سكر اصلا فهينزل السكر. تمام. بنعملها قبل الفطار بتاعنا بساعه تقريبا. ممكن نحطه بقى في الثلاجه كده بحيث يسقع ويبقى وساقع وبيبقى حلو جدا. وكمان معلومه نقولها ان هو لما بيتحط كل الوقت ما بيعدي عليه وقت بيبقى لزج اكتر، فممكن نزود عليه لبن ما نخافش. أيوة يعني. طبعا اللي عايز يحط عليه مكسرات او حاجه فعلى حسب الرغبه يعني. مكسرات جوز الهند بقى. تمام. حاجات رمضان الجميله. هو دي تعتبر برضو كده خلص بالنسبه لنا. وفي ناس تحطه في عليه ميه يعني. هنا السلطه بتاعتنا هي متقطعه، طماطم وخيار وفلفل. تمام. هي متقطعه ما فيش اي حاجه جزر. مشكله بالنسبه لها. بنحط كل السلطه اللي عندنا يعني. بنحط طماطم وخيار وفلفل. السلطه العاديه بتاعتنا. الفكره بقى في الصوص، في الصوص اللي بتاعنا يعني. جميل. هنحط بقى الصوص عباره عن ايه معانا؟ هنحط ليمون. هما في الطريقتين في ليمون. فانا احنا هنعمل الاثنين يعني. انتي هتعملي اثنين صوص مختلف يعني طبقين. تمام. مختلفين. جميل. عشان برضه من الحاجات المفيده اللي فيها طبعا عناصر غذائيه مختلفه، فيتامين سي، فيتامين اي، فيتامين بي، يعني مفيده لكل جسمنا وكل شعرنا وكل حاجه. في بنحط ثوم على واحده منها والتانية ما بنحطش عليها ثوم. يعني كده احنا هنعمل اثنين صوص، صوص حطينا فيه ليمون والتاني ليمون، واحد حطينا توم والتاني لا. تمام. وبنجيب نعناع اخضر اظن متوفر دلوقتي.
استأذنك في المقص. المقص اتفضل. ده نعناع اخضر. تمشي السكينه؟ مفيش مشكله. اتفضل. بنقطعه. طبعا ريحته بتبقى حاجه من الروائح النفاذه يعني. صحي طب. وبعدين هو مهدئ للمعده. بنحط فلفل. احنا مشكلتنا وفلفل. ساعات في الصيام بتبقى ان احنا ساعات كثيره بنبقى نازلين على الاكل، احنا محرومين بقى. ما هي احنا بنحط الحاجه السلطه من الحاجات اللي بناكلها في الاول، فبتبقى طبعا فيها نكهه معدتنا فاضيه. فبيبقى مهدئ حلو للمعده. سكر. سكر دول اكيد مش سكر. نحط ملح على الاثنين. ممكن نحط عسل ابيض بديل للسكر. ويبقى طبيعي اكتر من السكر. فهنستبدله أكتر يعني. مفيش هنستبدله معانا يعني، بدل السكر نحط عسل. عسل ابيض مع الليمون. مع الليمون في الاثنين بنحط عسل. عموما يعني واحده فيها ثوم ونعناع. تمام. وفلفل اسمر. الملح والعسل الابيض والفلفل الاسمر ثابت في كله ما عدا النعناع والثوم، بنحطهم في واحده. جميل. ممكن اقلب اساعدك. تمام. احنا حطينا ملح طبعا. هنحط شطه. شطه. دي بقى اللي عايز اكل مشطشط. ريحه النعناع جميله جدا. شويه صغيرين للي عايز. وممكن كمان نحط كزبره. اتفضل. عايزين كزبره. كزبره ناشفه. احنا قلبناها اهي خالص. العسل بيدوب اصلا. مفيش مشكله منه. تمام. طبعا الكزبره الناشفه غير الخضرة، دي نكهه ودي نكهه تماما. صحيح صحيح. فاحنا بنحطها معاها. وهنبدا نعمل عندنا دلوقتي نحط المقادير بتاعتنا على طبقين. هنجيب طبقين. ونحط السلطه وصوص. صوص على من ده. طبعا مع دوت. احنا عندنا كذا صوص عندنا معانا. في دبس رمان وفي صوص تفاح. الاثنين دول موجودين. تمام. اللي عنده اي حاجه. انا يعني بفضل دبس الرمان. دبس الرمان بيبقى فيه مزازه شويه. تمام. لو هنحط دبس رمان. دبس الناس رمان اللي بتحط فيه على انهي خلطه؟ على الخلطه اللي هي ما فيهاش نعناع. طيب تقول لنا تاني الخلطه فيها ايه. تمام. بس عايزه اقول حاجه قبل ما انسى. طبعا الدبس الرمان مزز شويه. فما نكترش يعني، ما نحطش مثلا ليمون ونحط معاه خل. الناس اللي بتحط على العسل على السلطه خل، ما تحطش خل تماما. لان هو اصلا كده كده. ممكن نقفل على المكرونه خلاص. ماشي مفيش مشكله. ممكن المكرونه بتاعتنا خلصت. هنجيب طبقين بقى لتقديم السلطه. حاضر. احنا كده خلصنا. يا سلام. هو احسن حاجه انك انت تقدمي الحاجات في اسرع وقت وتخلصيها بسرعه بسرعه. ممكن طبق كمان. حاضر. طيب بما ان احنا مش باقي لنا غير الغرفه. انا خلاص هنغرف يعني. طيب خلاص نطلع فاصل معاكم مشاهدينا ونرجع نغرف ان شاء الله. السلام عليكم. مطبخنا احلى. مطبخنا احلى. مشاهدينا اهلا بيكم من جديد. زي ما شفتوا اكلتنا النهارده سهله ومغذيه وكمان صحيه. برحب بيكي تاني يا ايمان معانا. احنا غرفنا المكرونه بالصلصه، وانت كنتي عاملاها عباره بس عن حبه زيت عليهم شويه ثوم ونزلتي عليهم شويه سكر وشويه سكر وشويه خل. شويه خل وملح بس، بعد ما حطيتي عصير الطماطم او حتى الصلصه زي ما احنا عملنا. تمام. النهارده وحطيتي عليها المكرونه المسلوقه. تمام. وبقى طبقنا ده جاهز. نستبدل الثوم زي ما قلنا بالبصل المبشور. معاكي سلطات. هنا السلطه بتاعتنا. نوعين من الصوص. تمام. لو تفكري المشاهدين تاني بالصوص اللي استخدمتيه معانا في الصلصة. هنحطها في الطبقين. طبق التقديم بتاعنا.
دي سلطة عادية خالص. سلطة بتاعتنا اللي احنا بنعملها في مصر السهلة جدا، السلطة يعني الطبيعية اللي كل الناس عارفاها، بس التجديد فيها في الصوص. في الصوصات. قولي لنا بقى كل صوص وانت بتنزليه كانت مكوناته ايه، نفكر المشاهدين. مكونات الصوص الاولاني كان ليمون وعسل او سكر، وعندنا دبس رمان او صوص التفاح، وشويه ملح وفلفل وكزبره وشطه على حسب الرغبه. جميل. تمام. هتنزليه على طبق السلطه. هنحطها كده. طبعا اللي في السلطات اللي عايز يحط زيت زيتون مفيش مشكله. جميل. اللي عايز بقى يزود ملح، اللي عايز مش عارفه يزود فلفل، كل واحد على حسب ما بيحب ايه، الطعم اللي بنحبه زياده يظهر نحطه يعني. جميل. دي اول واحده، ده اول صوص معانا. الصوص الثاني كان عباره عن ايه؟ الصوص الثاني كان عباره عن ليمون برده، بس المره دي هيبقى توم عندنا. ونعناع، ممكن النعناع يبقى طازه فريش او نعناع ناشف. على حسب المتواجد يعني. وبعد كده بنجيب توم ملح وفلفل والسكر برضو او العسل الابيض معانا، هنحطه عليها. طبعا طعم النعناع هيكون واضح وظاهر جدا في خاصه الفريش. تمام كده، خلاص السلطه بتاعتنا جهزت. جميل. باقي عندنا الفراخ. الفراخ اصلا خلاص خلصت الحمد لله، هنقدمها. نفكر المشاهدين تاني، كانت الفراخ بتاعتنا عباره عن فراخ حطيتي عليها عسل وزعتر وتوم، صح كده؟ تمام. وايه كمان؟ وحطينا عليها عسل وملح وفلفل وشطه على حسب الرغبه وصويا صوص، وقلبتيها في الزبده والزيت. لا، تقليبه بسيطه. تمام. هنحط الصوص بتاعنا. يا سلام. وحطينا طبعا مع السوا طرنشات فلفل احمر. جميل. ودوره للتزيين، ودوره طبعا المسلوقه برده فايدتها كبيره وطعمها برده بيبقى شهي، مفيده جدا للاطفال بالذات، خصوصا اللي هي اللي بتبقى المعلبه بيبقى فيها نسبه سكر، فبيبقى طعمها حلو. وبما ان احنا عاملين بالعسل النهارده يعني، بس مش هيقص يعني، مش لدرجه انها تبقى مسكره قوي، لا بس هتبقى فيها نسبه سكر كويسه او يعني هتدي طعم ان شاء الله يكون مميز. بصراحه تسلم ايديكي، الاكل شكله شهي. بنجيب شبت للتزيين. الشبت يعني طبعا بيدي نكهه رائعه في الاكل. وده كرنب احمر. كرنب احمر للي يحب يغمس معاها يعني. بس الكرنب بيعمل انتفاخ، فممكن نرشه برش الكمون. الكرنب بيعمل انتفاخ، وفي نفس الوقت للناس اللي عندها سكر مفيد جدا، لانه بيقلل نسبه السكر فيه. بس الكمون بيحارب الانتفاخ بتاعه. تمام. بشكر حضرتك جدا، تسلم ايديكي. بس كده النهارده يعني، بس كده كل ده، بس كده. سهله يعني. صحيح، سهله وشهيه، واظن تفتح النفس وصحيه، ده الاهم. بشكر حضرتك جدا ايمان، شرفتينا ونورتينا مشاهدينا. يعني خلصت معاكم حلقتنا النهارده، شفنا معاكم كان معانا فراخ بالزعتر وبالعسل، والزعتر زي ما شفتوا معانا فوائده كبيره وكتيره، فحاولوا تجربوها. كان معانا ومعاكم كمان نوعين من السلطات، يمكن السلطه واحده لكن الصوص هو اللي فيه الفكره، والخشاف طبعا المشهور عندنا في رمضان، ومكرونه بالصلصه. نتمنى تكون حلقتنا نالت اعجابكم، رمضانكم احلى بمطبخنا احلى. مطبخنا أحلى.